صباح الخير لكل مشاهدي الأو تي في في هذه الحلقة الجديدة من حوار اليوم. ضيف المحلل السياسي رفيق نصر الله، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. استاذ رفيق، اي ملف بدك تبلش؟ لنبلش قد ما مزدحمه الملفات، بلش من المحيط الباسيفيكي وهون. خليني انا والله صرت بفضل انا قد ما الواحد مل من الحكي نفسه، سواء اللي نحن عم نحكيه او اللي غيري بيحكيه او غيره، اصبح المتلقي عنده نوع من الياس ومع بعض حابب يكمل. يعني كنا معولين على الحكومه، اوكي انا بعرف انه الحكومه بعدها باول مثل ما بيقولوا اشهر، بس كانطلاقة كيف شفت هالحكومة؟ لا انطلاقة صفر. لا مبلش، ما غيرت رأيي. لا أنا دغري من أول ما تشكلت الحكومة اعتبرت أنه الظروف الاستثنائية بأي بلد في العالم تحتاج إلى رجال استثنائيين، تحتاج إلى ناس غير عاديين، ما بيكفي السي في تبعه ولا بيكفي شهاداته على الحيط ولا بيكفي من أي جامعة، رجال استثنائيين او نساء استثنائيات يعني زي عندك مشان الكوتا. فللاسف طيب هي الطبقه السياسيه اللي عودتنا على تشكيل الحكومه وفق المحاصصه سواء الطائفيه او الحزبيه او المصالحيه او غيره، هي اللي عماله ترجع تنتج لك هيك حكومه، وهي اللي اختارت. فينا نضحك على الناس ونقول انه هذه الحكومه لما كانت حكومه محاصصه، مجرد ما تكون حكومه محاصصه مهما كانت الاعتبارات، يعني انا مع انه يكون في شكل حكومي لانه نتيجه الظروف اللي كانت، لكن انك تقولي انه نحن رايحين على حلول استثنائيه وقادره على ان لا، يعني كانك عم بتقول المرحله بدها حدا مش مثل نجيب ميقاتي. ما خص الشخص، انا عمالي احكي بدي حدا استثنائي، عم بحكي عن الاستثناء. ورئيس الحكومه هو مثل مدير اي شركه او مدير اي، مثل قائد اي كتيبه مثل غيره، كمان بدك تعتمدي على اركانك، اذا ما عندك اركان مثل العالم وجبتي رجل استثنائي ما بيمشي الحال، واذا جبتي رجل غير استثنائي لاستثنائيين كمان ما بيمشي الحال. عشان هيك انا كنت عم بقول انه قعدوا تاخروا اشهر وغيره، واخر شيء يعني انتجت ناس عم بتعاطوا لك. اي وزير معترض؟ يعني ما انا شفنا معترض على الكلمة، مع احترامي يعني صديقي جورج قزاحي يعني وكم، بس انا حلك شغله، نحن بالبلد عم نتعاطى مثل اللي بيشتغل باليوميه، لاننا لا نملك الخطط لا الاستراتيجيه ولا المستقبليه ولا واضعين ولا عندنا تصورات. يعني هلا اذا بدنا ناخذ نموذج الكهرباء، حتى الساعه هلا قد الساعه هلا يعني مع الاسف 11:30 و5 في خطه للكهرباء؟ قاعدين بنحتار هلا، قام الجيش عطى المعملين، المازوتات حيجوا مش عارف منين، بنتناقش حول هلا في فريق بيقول لك ايه في خطه بس ما حدا نفذ الخطه، ما ولي الخطه غير صحيح. الخطه عندما سياسي تكون واضحه عند امام الكل وموافق عليها ومبينه ما فيها عيوب وعارفين نحن لوين واصلين، ساعتها الناس بتتحمل معك. أول شيء تعطيها 4 ساعات بعدين 8، بتتحمل معك سنة سنتين إذا أنت عارفة حالك أنه فعلا بعد سنة أو علما أنه لو بدنا نحن نعمل مش بس بالكهرباء، بكل شيء عندك إمكانية عندك قدرات، بس نحن مختلفين. طيب وزير الطاقة اليوم منه عم يشتغل، عم بلش جولات طالما هي خارج الخطة. هو اعترف ما في خطة بعد لحد هلا، طولوا بالكم علينا، الكل عم يعترف. رئيس الحكومة أول امبارح مرة شغلة أنه نحن نستحق، ادعوا لنا. سمعنا شو قال، طيب بس كان في خطه، بقولوا لك من 2010 هذه الخطه جاهزه بس عرقلت سياسيا. هيدا التيار هون هلا هون بنفوت بالسياسه، هلا هون بنفوت بالسياسه، مين عرقل مين ومين ضد مين، كلهم وافقوا بمجلس وكلهم وافقوا. وهلا كمان في مين وقفنا وصلنا لهم بالكهرباء، انه القوات هي اللي عارضت انه يكون في سلف لحتى وصلنا لهون. ايه بالسياسه قد ما بدك فيك تحمل المسؤوليه للكل، انا بحمل المسؤوليه للكل، لكن ما في شيء اسمه انا عرقله. انا كرفيق السلام ما بؤمن بشيء، اذا انا سياسي ومقدام وعندي كذا بطبش، يعني بحاول اني انا لا بدي نفذ مشروعي وبروح على الاخر، ما بستسلم لهذه المساله. يعني التيار استسلم برايك؟ بمكان ما كان لازم يطبش اكثر، ايه صحيح. شو بيعمل يعني؟ بيعمل 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 كثير، اي حدا اي قوه سياسيه لما بدها تعمل بتعمل غيره، اما انه انا بدي ضلني اتعاطى بالبلد، مش عم بحكي عن تيار، عن كل القوى بما فيها خط الممانعه، يعني مشان نبلش دغري.
لما بتتعاطى بالتسوية شو بدك تبلش واسع على خط الممانعة؟ اوسع على الكل، انا ما بتفرق معي انا ليش ليش عم تنتقد هيدا النهج؟ للكل بنتقد بالوقت لا لا وقت اللي بيكون في عيوب لكن نحن وصلنا لمرحلة انتهى البلد انتهى البلد، ما في ما بقعد هلا انا راوغ و الممانعة تتحمل جزء منها بيتحمل طبعا جزء منها بيتحمل طبعا طبعا جزء منها بيتحمل بمواقفه، ما فيك انت بالقضايا الكبيرة اللي بتتعلق بمصير وطن انك تشتغلي علاقات عامة وتعملي تسويات وتعملي مرق لي لمرق لك تتهم حزب الله ما حزب الله ما عم بتهم حزب الله مين كل بس القوى السياسيه الممانعه من هي اليوم كل القوى السياسيه ما بس انا عم بحكي عن خط الممانعه كل القوى السياسيه يعني عن حركه امل رئيس بني وسيم نصر الله كل لا لا كل البلد كل القوى التيار الوطني على القوات على الحزب التقدمي على المستقبل كل البلد بيشتغل ضمن لعبه المصالح تعلمنا ثقافه بعد جيتنا من السبعينات وبعدها تعود الى تاسيس لبنان منذ أن أسس لبنان أسس على لعبة العلاقات العامة ولعبة المصالح لما أنا بفقد استراتيجياتي وبلش أغلط بالتكتيكات برجع بدفع ثمن خطير بالاستراتيجية وهذا اللي وصلنا لهون أنك أنت منهارة ماليا ما عندك طاقة ما عندك ولا أي يعني إمكانية لأنك أنت ترجع هلأ تعيد تأسيس البلد للأسف يعني كمان مشان الواحد يحكي الأمور أنا ما بحب فرفك بأيدي ما في إمكانية لإعادة تأسيس البلد إلا بشيء استثنائي غير طبيعي وطبعا أنا فهمان التركيب لا ليش نحن نتيجة الحصار واحد زائد واحد يساوي اثنين في ثلاث قضايا أساسية تحت الطاولة فوق الطاولة بدكم ترسموا مثل ما نحن بدنا موضوع المقاومة أو حزب الله سلاحه وبدكم توطنوا السوريين ما بس الفلسطينيين ما بدكم نحن بسوريا وصولنا حتى إلى العراق وإلى غيره بدكم تذوقوا اللوعة هيدا هو السبب هون نحن بدل ما نجي نفهم ليش عم ينعمل فينا هيك ويكون عندنا خططنا الثورية للمواجهة قاعدين عم نتعاطى بنفس الأسلوب وكأنه عنا ترف بالبلد وبعد لحد تبعتيني هلأ لحد هلأ مع احترامي يعني للحكومة إنه شو اللي بخليك تتفائلي هلا بدنا نشوف شي. الجلسه يبدو نهار الثلاثاء في رح يعرضوا شو مشاريعهم في خطه الكهرباء اهم شيء هلا عندك خطه الكهرباء وعندك عندك قضايا كثير ثاني كمان بتتعلق بعدين بدي رايح طالع طلوع معلش اذا بدنا نحكي اللي قلنا واللي علينا هالحكومه قد ايه وقتها قديش بدها تنجز لا تنجز مش عاطينا شيء يعني اربع شهور وقت صرنا عم نعمل انتخابات باداء بتعرفي ليش عم بحكم هيك؟ طب انا لما بدك تجيبني انا وزير على اي اساس جبتني وزير؟ لا في سيفي بيقولوا لك انه في سيفي انا بعطيك هلا شهادات من هون ودروعة وشهادات تقدير من الحيط للحيط ولفي قد ما بدك ما شهادات لازم انجاب على اني انا صاحب نظريه وصاحب مشروع مبين انه انا ممكن الحكومه والبلد يستفيد منها بنجاب ما بنجاب لانه عندي انا شهادات ما هيدي المشكله نحن البعض مفكر على راس الشهادات لا ما هنعمله معه لقاءات ما بيكفي اللقاء انا كيف ليش انا بلش كلامي بالرجال الاستثنائيين انا لما بعرف حدا هو فعلا خبير نفطي وهو إنسان عنده دراساته وهو عنده تجربته وعنده تصوراته اللي ممكن أني أنا أستفيد منها أما أنا لما بجيب وزراء ويعدي بكل مقابلة طولوا بالكم علي أنا بعدني عم بستطلع الوضع الوزارة بين ما يستطلع بين ما كذا رحنا على الانتخابات ولا بنحكي ما في شيء اكيد بدنا نحكي ما في انتخابات مهم عم تنصف كل شيء اليوم استاذ رفيق ومن ثم بتخلص ما في انتخابات طولوا بالك طب خلينا نفوت على الانتخابات هيك حماوة المشهد اليوم كل هالأحزاب بلشت تعد العدة وعم نشوف الكل عم يشتغل ما وراء الكواليس واللي بيقول لك لا بيكون عم يضحك على البعض يعني صحيح ليش قلت لي ما في انتخابات حقول لك شغلة ليش عم ينحك بسمارك له كلمة حلوة يكثر الكذب في الانتخابات قبل الانتخابات صحيح وخلال الحرب وبعد الصيد اللي بيجي بصيد بيقول لك انا عملت لي شيء 200 طير هو كذاب بتعرف غنية فيروز وماه يا جدي وكذا ونفس الشيء قبل الانتخابات يعني يكثر الكذب عند الساسة معروف في هالقصة نحن هلأ عم نعيش أرقى أنواع الكذب بلشت الطبقة السياسية هلأ أرقى أنواع الكذب أرقى في أنواع من الكذب في هذا أرقى أنواع الكذب هلأ بل نحن بهاي المرحلة حنضلنا نشوف هيك بهالطريقة امتدادا لمطلع شو اسمه مين من عقله حاطط بالعقله انه بأزار بده يصير في انتخاب كيف يعني اول شيء ليش عم يحكوا انه يقربوا لأدار هل هناك
هدف سياسي ورشو شو هو؟ مين تأجيل الانتخابات؟ مين بده يلغيها؟ كل القوى السياسية كلها بدون استثناء. طب اليوم التيار ايه اللي بدنا اياها بموعده؟ وحزب الله قال بيقول ما موعده، وامل حتقول، والقوات حتقول اللي هي بدها كان انتخابات مبكره. ومين بده بيقضي على الفازه؟ مين طلع بخبريه ما بدهم؟ كل حتتمدد، حيتمدد لهذا المجلس السنه، لانه المعركه على رئيس شو اللي صار؟ رئيس الجمهوريه قبل في مش في هلا عقل حاطط بيقول ما حيزبط نحن مثل ما بدنا ننفذ هالشروط الثلاثة اللي عبلهم إلا إذا غيرنا الأكترية بهذا المجلس، ومن ثم رحنا على رئيس جمهورية مثل ما نحن بدنا، وبالتالي منشكل حكومة كمان بالأكترية لهاي ومنفرض هذا الواقع. ولو أدى ذلك إلى اصطدام بالشارع بعد هذا الأمر. أوكي، بس المهم أنه نركبها هلأ هيك عم بتركب هذا الفكر الأمريكي مع بعض الأجهزة العربية اللي هلأ حتضل رافضة تقدم أي مساعدة لتفوت على الانتخابات وتصرف وتعمل، وحيرجعوا يرتكبوا نفس الخطأ الثاني لأنه ما حتزبط معهم. بس مش هيك الجو، الجو الدولي كله بده انتخابات بالحكي بالكلام. لا بس في بلشت أمريكا تشتغل كمان على مجتمع مدني، عم تشتغل هل عم لك عنه عم تشتغل لتاخد هول إلى انتخابات بدها نتائجها مثل ما هي بدها. علشان هيك ما من مصلحة حدا من كل هالقوى السياسية، مين من القوى السياسية اللي عنده ضمانة على أنه هو حيرجع يجيب مثل ما هو يحلم؟ القوات بتقلك هي لا يمكن تتأثر. لا الإحصائيات هلأ بتقول أكثر ناس حيصير في تغيير بالشارع المسيحي، بتدفع ثمن القوات أول شيء بعدين التيار. ما بتربح القوات معي طلعت من السلطة عمين طلعت من السلطة. هلأ بنضحك على بعضنا، بنعمل ميديا وبنعمل كذا وبروباغندا وكلام شعبوي وغيره وكل شيء. ما في بيقلك ناس ما مصدقة وناس عارفة كل شيء عمال يحصل. لذلك بكرة المفاجآت بدها تحصل، وتحديدا حقلك بالشارع المسيحي، حقلك يمكن بالشارع الشيعي ما يصير كتير لأنه في طب ليش هوني معلي خليني أتوقف عند البيئة الشيعية. في ضمن البيئة الشيعية في يمكن عدم رضا على أداء معين، كمان هالبيئة متضررة يعني. لا منا مثل ما قايلين الشيعة عايشين بأحسن أحوالهم. لا منا عايشين صح، ونحن كلنا عنا أصحاب يعني من كل الطوائف. لا منا عايشين أحسن، بس عمليا لكن بدأ في المقاومة. انت طالما في قصه المقاومه ما فيك تمزحي بالموضوع، لانه بتعرف ساعتها شو الاعتبارات الثانيه. الى جانب العوامل اللي بعدها فيها هذا النوع اللي الاستنهاض بالشارع الشيعي اللي حصل ما بعد سنه 80 اذا بدك وبالجاي، واللي وصل للمواصيل بعده لاقط هذه المساله. بس ما معناتها انه البيئه منا عم بتعاني. لا عم بتعاني مثل ما المسيحي والسني والدرزي بالبلد. بس بترجع بتنتخب، بترجع بتنتخب بنسبه 90% يمكن. انا بقول لك 95 ماني شايف في مفاجآت بتكون بالشارع الشيعي. مفاجآت تحديدا حتكون بالشارع السني، عند الرئيس الحريري أو بالشارع المسيحي وجزء من الشارع السني. أكثر شيء كمان مرتاحين حيكون وليد جنبلاط، حيكون مرتاح بس حيمرق وقام وهاب يعني مش هيحصل لغلط المرة الماضية. لا بيمرق بسهولة، لا بيمرق بسهولة هالمرة، بيمرق بسهولة يعني أنا بعرف معطيات أنه بيمرق بسهولة. فبالتالي بس ما مصلحة كل هالقوى. ليش؟ منا عارف أساسا نتيجة الانتخابات، منا عارف الواقع الإقليمي هلأ وتأثيره من هلأ لأزار، منا عارف مسألة مين رئيس جمهورية. نحن معركة رئيس جمهورية بتبلش بكير، ونحن أساسا من سنة لهلأ بمسألة تأخير الحكومة جزء منها قصة رئاسة الجمهورية إذا بدك المظبوط. طبعا جزء منها عمال يقول في اسباب تانية كثيرة، بس جزء منها كمان انت بدك تشوفي لوين واصل الامور في حال انتهى العهد وما كانش فيه وقتها حكومه، او اذا صارت انتخابات واجت غير ما هو قائم، مين بيجي رئيس جمهوريه، لوين بروح. في لعبه مصالح. شايف حدا عنده حظوظ اكثر من غيره؟ بعرف المعركه بعد بكير كثير، هناك رئيس الجمهوريه في بعبده، بس انه انا عندي احساس سياتي احد من غير كل المتداول. ما حسمي هلا لانه مره سميت حدا زعل. ف قد يكون قائد الجيش؟ ما بعتقد بعد في قصه يعني عسكري. حتى اسم يعني برايك لا السياسي ولا عسكري. هلا الامريكان ممكن يكونوا عم بيحاولوا، بس الظرف اللي نحن فيه بالبلد الى جانب كم الازمات، خاصه اذا رحتي قربتي وما انك حالي المشاكل الكبيره، ما بيحل الجيش ولا قائد الجيش. بدك مشروع كبير انت، فبنروح على التسويه، بدك تجيبي واحد
تسوياتي كسرواني مدني مقبول كذا عند كل الأطراف وغير ما عنده بالشارع حدا. هلا يقال اكيد ما بعرف اذا بتوافي انه الانتخابات الكسروانيه او كسروان هي من تحدد وجهه الزعامه المارونيه رئاسه الجمهوريه. هذا بياكد لي كلامي على انه ما في انتخابات. مزبوط عم تحكي. طيب بس المعركة الكبرى هي بكسروان وهي ببيروت لعند المسيحيين. المعركة الكبرى بقية الأطراف وكذا يمكن هون تزبط هون ما تزبط. هون حدا عامل إحصائية عم يركبها هون عم بمرقها هون كذا. أنا ما هيك هيك عم تحكي على الربح والخاسر في ميزان الانتخابات. وين حتكون حضرتك بانتخابات؟ أنا بدي أنزل ببيروت. تضمن أنك تفوز؟ ما ضروري فوز بس لازم من حقي أنزل. ممكن تكون نازل استاذ رفيق حتى تمرر رساله سياسيه لمن هم مش شيء من حقي. انا بال 2009 جبت 22700 صوت بيناتهم 7000 صوت سنه طريق جديد والمزرعه ما حدا بجيبهم. يعني شو 7000؟ يعني اذا صوتين من كل بيت يعني 3000 بيت. طب نتيجه اعتبارات كثيره لانه انا لي طيار لي يعني موقع القومي العروبي اللي كذا يعني بعرف انا شو كنت الى جانب 82 وين كنت وشو كان يعني بيعرفوني كل بيت بطريق جديد وبمزرعة ببيروت. طب مين ما وقف دعمك؟ لا أنا وقتها دعموني ما عم بقول ما دعموني بس بال 2018 ما عملوا هزوا براسهم. ولما قلت أنا مصر أني مين أي فريق؟ الاثنين حزب الله حركة أمل. ما حدا وقف مع رفيق نصر الله بالانتخابات. بالانتخابات يعني لا يمكن لي مشان هلا ما تفوتيني بدي بصير بجي فيهم انا اللي مثلي مش مقبول. اللي مثلي مش مقبول حتى عند الثنائي الشيعي. اللي مثلي ما مقبول عند الثنائي الشيعي. ليش شو يعني اللي مثلي؟ معودين على نمطيه معينه مع احترامي للبعض، معودين على نمطيه معينه، انا ماني من هالنمطيه. انا زلمه ماني من هالنمطيه ولا حكون. طب ممكن ولو اني انا طبعا ابن ثقافه المقاومه وانا ضمن وانا بزايد على 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 تاسيس المقاومه بتاريخي، بس بهالمساله في اعتبارات. مش بس عم بحكي عن رفيق نصر الله مش حدا ياخذها شخصانيه، في مثل كتار عند الطائفه الشيعيه ومن حقنا نحن صار لازم. هلا مش بس عند الطائفه الشيعيه عند الكل عند الكل عم بحكي كنموذج عند الكل. ليش بالشارع السني في اهم بكثير مع احترامي للبعض من اللي انا بعرفهم ببيروت وبطرابلس من الناس اللي هن قدرانين يكونوا رجال دوله. اهم شغله انك انت تبحثي بشخصيه الاخر بالكاريزمك ان يكون رجل دوله وان يكون عنده تاريخ النضالي. ما تجيب الناس على بس نحن للاسف حقلك اكثر وهذه اللي يعني اليوم بالزارة. رفيق نصر الله سيترشح الى الانتخابات لتمرير رساله سياسيه من دون ضمان الفوز حتى ما بهمك انك تفوز. ما في مشكل اذا ما فزت. لا ما ضروري الفوز ويمكن فوز وفجأة ما حدا بيعرف. لديك المال لتترشح للانتخابات؟ لا اكيد بدي اتدين العشرة مليون لحتى بدك تتدين استاذ رفيق هلا 100% هلا حيستدعوك انك حتتدين وهن بيعرفوا ذلك بيعرفوا ذلك هي بيتهموك هيدا نوع ارقى انواع الكذب. لا 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 لا, لا انا على راس السطح. انا زلمه كنت عايش بمحل ثاني كنت اغلى صحفي بلبنان. نعم معروفه قديش كنت اقبض 12270 دولار انا لغايه ما تركت من اعلام الامارات. يعني جبران تويني كان اللي الله يرحمه انت قد اربع صحفيين كبار بالنهارده كنت اخذ هذا الراتب. لما اخذت الموقف مع المقاومه اخذته بقناعتي ودفعت ثمنه. تندم اليوم؟ لا لو عاد التاريخ برجع هذا هي بترجع لثوابتي ولمبادئي. انا جدي شهيد وانا ابن ضيعه كلها شهداء وانا ضمن نضلت وقتلت يعني انت دائما ضمن خط المقاومه انت مع محور المقاومه على جنب. لا انا عم بحكي بالسياسي عم بحكي بالاختيار وانا بنصحهم سواء انا نزلت على انتخابات ولا لا. اذا مصرين على انكم تنزلوا نفس هالوجوه نفس هذا الاداء نفس هذا اللي عملته بتكونوا عم تخبزوا بالافراح وبتكون اخر انتخابات لكم. يا لطيف اخر انتخابات. نعم نعم نعم. انا عمالي عم بحكي لا ومش بس شيعي حتى يعني. حتى لو عندهم تقل الناس تريد التجديد.
الناس بدها ناس فعلا قادرة على أنه ما تكون ضمن هذه الوجوه اللي شفناها. حتى أنت خلص بزيادة هالقد في ناس قاعدة سر 20-25 سنة بزيادة. أنا أتمنى أنه يتفهموا، ما بقول أنا مشاني ولا يا ستي مستعد ما أترشح، روحوا جيبوا ناس طليق بالمرحلة القادمة. أهم شيء هلأ نحن وجود الكيان ووجودنا بالكيان، هول حتى أنت تكوني موجود بدك تجيب الناس اللي قادرة. طيب في عنا روح شباب ممتازين، في ناس تعلمت برا مثل ما عملت تفضلي وعندها شهاداتها وغيره. طيب يعني أنا بعطيك مثال بضيعتي مثلا، وبدك كثير تجريني لمحلات بضيعتي مثلا. مثلا أنا بأخذ قضاء مرجع عيون وأنا قلت قبل هلا من أيام كامل باك القديم الجد بعد العشرينات لما صار انتخابات، واحد من الطيبة اللي هني بيت الأسعد، واحد بيت العبد الله من الخيام مع احترامي للعيال، ضل لإجا أحمد بيك الأسعد اللي صار رئيس، واحد من الطيبة أحمد بيك الأسعد، واحد من الخيام. طب إجا كامل بيك الأسعد، هو من الطيبة وابن العبد الله من الخيام، وهكذا حتى الآن مع احترامي حج علي فياض من الطيبة وعلي حسن خليل عبد الله من الخيام. طيب. بس يا استاذ، طب معلش ما حدا في يلغي انه أنا ما في تاريخ سياسي لهالشخصيات. يمكن في عالم بعد بدها، وين بعد في تاريخ سياسي؟ ما بعد في عالم بدها اياهم، لو ما هيك ما كانوا نواب. مش بدك هلا، العالم رايحه بالفان هلا. معلش مع احترامي انا عمالي احكي من حق البقيه. نحن ما بعدنا عايشين بالثلاثينات، بعطيك مثل بحولة، نحن عندنا بديش سمي اكثر من 100 وشوي حاملين دكتوراه ومهندسين ومحامين، وما فيش واحد بتليب وغيره وغيره. يعني عم بتقول كلام يعني كأنه الدكتور علي فياض وعلي حسن خليل ما يليق به فيهم انه يرجعوا مثلا على المقاعد. انا عم بحكي عن المبدأ، عم بحكي عن المبدأ، واذا بدك مزبوط وبشجاعة انا ما بخاف بزيادة علي فياض وعلي حسن خليل. انا مسؤول بزيادة، هني وغيره بزيادة، وما عم بحكي لرفيقنا هلا من هلا بطلت تترشح. انا عم بحكي روحوا جيبوا الطاقات اللي مثل الناس، مع احترامي لتاريخنا الحاج علي فياض صديق، نعم صديق صديق وصديق يعني طبعا هو زميل ومثقف وابن بيت واللي بدك اياه. انا عمالي احكي لانه وصل البلد لهي وصلنا، وصار هذا الانهيار بهذا البلد، وصار اللي عمال يصير. اصبحت انت بالمرحله اللي جايه يا عمي، نحن رايحين على امور في رسم خرائط اقتصاديه وسياسيه جديده بالبلد. بتصير زميل لهم؟ ما بدي يصير زميل، بطلت مشان ما يقول هلا حدا يحكي عنه. عم بحكي قصه شخصيه، انا عم بحكي في العشرات اذا مش المئات عند الطائفة الشيعية بدهم حركة أمل وحزب الله يعملوا تجديد لألون. ما عم بقول أنا يزيح عن التاريخ، لألون تحكي لأنه بدك تنزل وبدك أصواتهم. بس هن اليوم بيقولوا لك مش نحن مش قادرين، كل حدا بده يترشح نقدر نحطه يا ستي. يعني ياخذ واحد 10 أصوات ويسجل مقر مثلا، ما فيش مشكلة. أنا ما عم بحكي، أنا أعطيت مثل وهيدا بيندرج عند السنة وبيندرج عند الدروز كمان. مش بحاجة الدروز لتجديد، بحاجة لتجديد. المسيحيين مش بحاجة لهالوجوه، بعدنا نفس الوجوه. هلا عم تقولي بكسر وين مسمينك يعني فلان وفلان وفلان، بعدنا من السبعينات، بعدنا من امتداد حتى الحرب الأهلية. ما بده يتغير البلد، انه وصلنا للانهيار الاقتصادي، وصلت هي الطبقة السياسية البلد لكل اللي وصلته، وما بدهم يتغيروا. يعني كمان بدك ترجع تجددي لهم، معناتها عم نجدد نحن للطبقة السياسية الفاسدة اللي كان يجب ان تكون عم تتحكم. مش الحق على الطبقة، الحق على اذا هن العالم بيرتقوا هؤلاء يكونوا موجودين. لا لأنه في ثقافة قطيع، لأنه في ثقافة قطيع. طب لا يمكن في شريحة من المجتمع، لا في ثقافة 90% ثقافة قطيع، هن الرجل المناسب في المكان يا ستي على راسي. بس هيدا الرجل المناسب أو فلان المناسب وصل البلد، وصلنا لحتى هلأ ننام على العتمة ونضرب راسنا بالحيطان، وصلنا أنه هلأ تشحد أنية الغاز، وصلنا أنه ننزل مثل الكلاب أمام محطة الرسمة، وصلنا أنك أنت ما بقى معك شيء، وصلنا ما في أفق، وصلنا أنه أولادنا مش مدارس، ما فيك تدفع أقساطهم. لمين بدي؟ ليش بدي جدد؟ ليش بدك الجديدة؟ زحيلي مشروع المقامي، أنا كعم بحكي كرفيسة على جناب بكل الطبقة السياسية من عكار للنقور، ليش بدك الجديدة لألون؟ ليش؟
هو لازم يكون عم يتحاكموا 80% مع احترام. مش كلهم. أنا مش مع الكل مع أنا معبول يعني مثلا أسامة سعد الكل مع الكل، جهاد صمد الكل مع الكل، مثلا دكتور فادي علامي الكل مع الكل. لا جماعة أنا بعرف عن أوروب وبعرف كيف عايشين يعني وبعرف شو عم يبذلوا. لا في ناس مثل عم نحكي على هذه الثنائية الشيعية، في شيء اليوم نشوف على العلن تناغم ومواقف دائما داعمة للرئيس بري من حزب الله والعكس تماما. صحيح. هل هناك فعلا ما وراء أو من تحت الطاولة هناك خلافات كبيرة؟ لا ما في خلافات. ما في خلافات. ما في خلافات، في تبينات. لكن طالما حطيكي أنا عارف لوين بدك توصل. لا ما بدي أوصل لوين بسألك. ما هو السؤال هيك دائما. إيه. طالما في شيء اسمه بعض المقاومة. نعم. وبعد الصراع مع إسرائيل. وبعده هيدا المناخ اللي بالمنطقة اللي أخذ مناخ طائفي ومذهبي بعد ظهور داعش والنصرة وشفنا شو صار بالعراق وبسوريا وين عم يصير. طالما هذه قيادات متماسكة باعتبارات، لأنه أي خطأ ما بين اثنين بيتدبحوا، هم يدركون ذلك. وأي تماسك حتضل هالصلابة الموجودة لتكوني أنت شريكي ببناء لبنان الجديد اللي جاي بعد المؤتمر التأسيسي. شوف شو عبالك وين بعد المؤتمر التأسيسي. مصر انه مؤتمر طبعا 100% حيصير 100%. واذا ما صار ليش متى هيدا؟ بعد الانتخاب رئيس جمهوريه، وبده يجي رئيس جمهوريه على اساس انه في مؤتمر تأسيسي بالبلد، عشان هيك عم بقول لك ما في انتخابات هلا. من راعي هذا المؤتمر التأسيسي؟ بدك تشوفي الراعي. لا الدافع له هو اللي حيحصل ربما من مشاكل لحتى تساعد كمان بدفع انتخابات لسنه. بس بدي ارجع للدول، بس لفتني بموضوع الحزب وحركه امل. طيب اللي وقع عباس ابراهيم شو وضعه؟ حينزل مدير عام الامن العام؟ ايه بس انه اللي وقع عباس ابراهيم كمان رجل يعني رجل حقق انجازات وقال يعني منه حكر على حدا موقع رئاسه مجلس النواب. بين اثنين وين بيكون حزب الله طبعا الى جانب رئيس بري؟ هلا بضل انا بقول لك دغري على الطاوله. نعم. بتكون مع الرئيس بري حتى اللي وقع عباس ابراهيم اذا ضمن ظل بيكون مع الرئيس بري. عشان هيك انا عمال اقول لك تعال حتى أول شيء نروح على الأساس. إذا ما غيروا قانون الانتخاب ستبقى هذه الطبقة السياسية قائمة، وإذا ما حاولنا أنه نعمل تجديد بقانون الانتخاب على قاعدة النسبية، ولو بدنا نبلش أول شيء بالمحافظات الكبرى وبعدين تاخدي على لبنان دائرة واحدة كلمة هيك. بدك باللي عم تحكي بالضمن السياسة الثقافة القطعية بدك ترجع تجدد لهذه الطبقة السياسية. عشان هيك لا لواء عباس إبراهيم ولا أي حدا ولا أي شيء له فرصة أنه يخرق من بين. ليش؟ لأنه في قبضة سواء عند الشيعة أو عند الدروز أو عند السنة أو عند بدك تقولي لي بالشارع السني ما في تململ؟ بقى في، ومن سعد الحريري في، ولكن يمكن وقتها تروح على الانتخابات صحيح بيكون مستوى متدني بالمشاركة بس بيرجعوا بجددوا. ترى هناك ما بدي أقول يعني مستقبل، بس هناك مكان ما لبهاء الحريري؟ لا في ليش حيكون بالانتخابات يبدو حيدعم رغم كل اللي عم بيعملوا المصاري وهذه والبرامج هذه التلفزيون؟ ما هيك بيعملوا انتخابات العالم. ليش عم بيساعد اللبنانية عم بيقولوا لك شو وين كيف بكتير والله ساعدنا يلا وين لا في 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 اشخاص وين؟ عبر وظائف يمكن عبر مساعدات كورونا ساعد باجهزه ماشي الحال بس بعده خيو بالنسبه للطبقه السياسيه بلبنان وبالنسبه لطريقه تعاطيه لا افضل سعد. ألم ينتهي سعد الحريري سياسيا كما قالت النائب بولا يعوبيان المستقيلة؟ هلا لا أنت بينتهي. لو كان رئيس مئاتي بده يعمل زعيم ويعمل قائد لسنة ويعرف يشتغل مثل ما هو إذا بده يعمل زعيم. ليش ما بده يعمل هيك رئيس مئاتي؟ أنا بعرف عن أوروبا ما بده. أنا سأله وكيف قد قبل ياخذ كرة هذا النار مش لك يجي الرجل المنقذ؟ أخذ رئيس حكومة ولكن يعني هو عنده الفرصة عنده الإمكانيات المادية وابن مدينة كبيرة واللي بدك، بس هو ما طارح نفسه. وأنا سألته أكثر من مرة أنه ليه بتعمل هيك؟ ما بده. لو كان في واحد سني يعني عنده كاريزما مثلا ومال وغيره وبده هو يعمل زعيم أنا بقول لك بيطبش بسعد الحريري. بس طالما هذا الوضع غير إلا إذا شوفي وين عم بسمع إلا إذا السعودية قررت التدخل بعد فترة لحتى ترجع تفوت على الساحة اللبنانية. ايه؟ ساعتها يا أما بتلغي تماما وهي بتأمر قيادات السنة أنه خلص يعني أنا عم بقول لكم خلص
راح على جنب، تعوا لحتى هذا البديل او العكس، وانا ماني شايف العكس. خلص المسألة شخصية بين محمد بن سلمان وشخصية سعد الحريري إلى جانب الأسباب أنا بعرف جزء منها. ما بقى تزبط، بدي أحكي بالملف السعودي بس خليني أطلع فاصل وواصل أوكي. هذا الحوار كمان الشيق دائما معك أستاذ رفيق نصر الله، فاصل ونواصل هذه الحلقة من حوار اليوم. عودة لحوار اليوم مع المحلل السياسي رفيق نصر الله، برجع بقول لك أهلا وسهلا فيك. سنكمل هذا النقاش، تنكفي انتخابات قبل ما سكر هالملف، في جدلية حول انتخابات المنتشرين، شفنا حزب الله من بعد ما كلام الشيخ نعيم قاسم أنه أي ما في تكافؤ فرص برا للحزب الخارج، رجع ماشى الحليف وقبل حالة شري أمل، لا ما بدون الستة برا. كل هاي الفكرة هرطقة. ليش هرطقة يا استاذ حق؟ لا 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 لا، ليش حق؟ شو ليه كيف ليه حق؟ وين في دولة بالعالم بتقول أنا بدي، مصر مثلا عندها مغتربين 12 مليون قد سكان لبنان على 3 مرات إذا من أو 4، سوريا عندها 6-7 مليون برا، أي بلد بالعالم، بالعالم حتى الغربي بيقولوا بدنا نعمل نواب بالقارات مع النواب، هاي شو جديدة، هاي شو الشغلة، هاي دي هرطقة. لا ما بحق له، هني أساس أنا لبناني مقيم بتشيلي، بس بناخدهم بالصرافة لنجيب المصاري منهم. لا شو خص هاي، شو خص هاي، معلش نعم. أنا لبناني مقيم بتشيلي، شو في بتشيلي بسانتياغو، في سفارة لبنانية ولا لا؟ بروح بنتخب أنا 128 هوني، شو بدي يعمل لي إذا بكرة نزل طلع اللي بده يترشح قاعد بشمال كندا، شو بيعمل لي انا اللبناني بتشيلي او بجنوب او بالارجنتين او او باي مكان؟ ليش بده يعمل لك؟ بده يعمل لهم هذه الخليه شو اللي هن برا، واحد شو بيقدر؟ لا شو انا كلبناني مقيم مغترب بتوجع السفاره اللبنانيه بنتخب ال108 وساعتها انا بشكل هذا الثقل ضغط لعمل تغيير بقلب البلد بقلب الوطن. شو المسحه هاي؟ بس هون بس اذا بدي امشي معك بهالنقطه انه ينتخبوا لل128 ولا شو طالع لهم هن؟ يعني هن وشو شو لازم يطلعوا عليهم؟ يعني نتكل عليهم بالمصاري، شو طلع لي انا هون؟ معلش انا هون بالبلد شو طلع لي؟ ما دمرونا، ما دمرونا هلا، هي كلها مصاري. مين اللي دمر المنتشرين؟ دمرونا. لا لا هون دمرونا حتى ال 122. لا لا انا اساسا شو بده من، يعني شو بده المغترب على راس المغترب؟ هلا واحد حمل شنطه وراح واشتغل وصار معه مصاري بس ما ربح، عم بيساعد لبنان، بيساعد اهله مش بيساعد لبنان. اخي عم بيفوت على البلاد، الامور مثل ما هي، بيساعد اهله، ما اجى عم بيتبرع جزء من مصرياته للميزانيه الدوله اللبنانيه، عم بيساعد اهله. هيدا الدولار اللي عم بيفوت اليوم، بيفوت بيظهر، بيفوت بيظهر، اهله عم يشتغلوا وهو عمال يجي على حساب الناس المعطره بيغلي الاجارات اللي بدي كان ما عم بهجمون. انا زلمه مش عم تهجمون لا, لا 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 انا عمال اقول انا كانسان قمت حملت نتيجه ظروف معينه، في ناس راحت حبا بالمصاري ما بدها بقى حبا بالمصاري بدها مصاري زياده، تعبت وفي ناس تعبت وفي ناس على راسي بس في مبالغه على كل حال. مبالغه بشو؟ بالهجره. ليش اطلعوا على مطار بيروت؟ امشي على مطار بيروت، هيدي كل واحد بيعمل لي هجره يمشوا على مطار بيروت. شو ما في هجره؟ في يا عمي، هلا كل واحد راح له لقى شغل بقطر، لقى شغل بالامارات او باسرائيل، راحت فلت اي ادمغه بيلا لوين راحت؟ كل حدا بيصفر له لبرا بفل. يا حبيبتي في ادنى على 60 مره برا ادمغه من العالم العربي، حاج بقى نحن هذا المغترب ابو شروان مفكرين حالنا اخر العالم نحن، وانه نحن الادمغه الوحيدين. لا بس ما فينا نقول فعلا لبنان عنده بالقطاعات مثلا الطبي عنده معلشي عنده ما بقى مثل الاول. امشي على مستشفى بالامارات قد 16,000 مستشفى بلبنان، امشي على على اي محل بدك بمصر عنده كورونا وغيره. يا ستي حاج بقى نحن مشكلتنا انه عم بنركب القصه ونتوهم انه نحن احسن العالم، ما نحن أنواع العالم. لو ما أرضى أنواع العالم وصلنا، ما احنا ما عم نتوهم، في ارقام بتقول اي ارقام وني الارقام شو بدك؟ هلا بعطيك ارقام قد ما بدك، بركب لك ارقام مثل الانتخابات. كانك عم بتقول ما حدا فال ولا حدا والله هيجا في يا عمي، في بس مش هالقد، مش مثل ما عم نحكي. هذا اللي بدي اقوله. أوكي. انا كلبناني مقيم هلا مثلا بالمكسيك، نعم، بدي بروح على سفارتي بنتخب خلاص انتهى الموضوع. بالنسبه لك انتهى، بس هن بدهم شو بدهم؟ شو بدهم المغترب هونيك؟ شو بده يعمل له النائب؟ بهمهم مش على زول اللي هون بدهم يعملوا والله. طيب النائب هونيك شو بده يعمل له هون؟ بده يجي يراجع لوين؟ النائب واحد من امريكيتين، شو بده يطلع منه؟ بينقل شؤون وشجون للمنتشرين. شو في شيء اسمه وزاره خارجيه؟
هلا وزارة الخارجية ما فقط يعني إذا أنا بقوي وزارة الخارجية وبقوي سفاراتي برا مش بعين واحد هو ناقصه مثل ما بقولوا المصاري ناقصنا مين يصرف معه يعني أنت ضد نظرية الست نواب بالمرة بالمرة هرتقى هاي دي عملوها مسحة ليغروا وقت الطيار معلش ليغروا سكتوا لأنه كان الطيار مصر عليها لحتى نتيجة بدنا نمرق لمرق لك مرق لي بال 2018 خلص بنعملها بال 2022 بس وصلنا لها هلا قاموا انقلب عليها هيك بتشوف حيتم الانقلاب على ميزة ما حتصير ابدا ما حتصير ابدا 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 براهنك اساسا انتخابات ما في بس براهنك ليه حزب الله ماشي التيار بده ما بيعمل مشكل قال له اذا بتمشي مع اذا بتمشي الامور عندكم مشوا ما بتمشي لوجستيا ما بتمشي حتى بلوائح الشطب ما بتمشي ليش لبنان ليش الدوله عندنا عارفه اساسا مغتربيه وين لذلك في سفارات مثل دول العالم كلها دخلك لما صار في انتخابات أمريكية مش راحوا ناس حتى هون من حاملين الجنسية الأمريكية راحوا على السفارة انتخب ولا لا بيقولوا الأمريكان بدنا نحط نائب الصين ونائب أمريكاني بس شو هالبدعة طيب ممنوع مرة كل لبنان أنه بأمر ما هو يطلع سباق ويكون فعلا عاطي حقوق للمنتشرين يعمل سباق يجيب الحد الأدنى من عيش البشر بالأول بعدين سباق بشو شو المسحة ما هلا هلا عم تقول يجيب الحد الأدنى من العيش مشان هيك فلوا العالم مشان هيك هجروا العالم مشان هيك في أرقام كبيرة أمتى بيضطر الإنسان يفل أوكي إما بالحرب نعم أو لما بنوصل للي مثل ما صار بس مش هالقد يعني برأيك ما حيصير في أول شيء ما في انتخابات لا. إذا صارت ما في انتشار ستة لنواب حد صوته لل 128 مع أنه بالتصويت يعني يمكن متقاربين المستقبل عم بقولوا بيضة الأبان إذا صار في تصويت على هذه على هيدا البنت بالهيئة العامة أنا عم قلك شو حتى لو صار في تصويت لن تحصل وبرأهنك لن تحصل تخفيض سن الاقتراع على 18 أنا معه هلا بناسبكم يعني انا كيف واحد عمره لا 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 قالك ليش لا لا لانه في شيء اكثر يعني السنه اكثر شو ما في دراسه بتقول لا 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 تقريبا ما بعرف شو بنعمل اذا عم بس بتخلف اكثر شو بنسوي طيب لا بس احنا عم نحكي هلا حالك شاري ليش 18 جديا طيب توازنات في انا واحد عمره 18 سنه وشهر قام عمل مخالفه او قام ضرب هو واحد عم بيحكم عليه بالسجن ولا لا عم بفرض عليه ضرائب اذا فتح مصلحه عم بفرض عليه ضرائب ولا لا طيب ليش هون ابن 18 معترف فيه انه اكتمل وليش بالانتخابات لانه في البعض خايف كمان ما هذا البلد لذلك لما الطوائف بتحكم يسقط مفهوم الدوله بصير في بداوي طائفيه بالبلد نحن نعيش كمان ارقى انواع البداوي الطائفيه بس ما حيصير تخفيض سن الاقتراع صح هذا بده تعديل دستوري بده تاخرنا عشان هيك عم بقول لك ما في لا ازار ما بتركب نحن رايحين بدنا تعديل بالقانون الانتخاب بتشوف اذا صارت الانتخابات بعرف وجهه نظرك بس ممكن انه البرلمان تتغير صورته لناحيه المجتمع المدني يخرق لا لا, لا. لا كمان لا, لا, لا. لا. ليه نفسها هي القوى السياسية بالتحالفات اللي حتركب إذا ركبت هي بتسيطر على مجلس النواب ما مسموح غير هيك لأنه في خيارات كبيرة جدا بتتعلق بمصير البلد ما حيلعب فيها هلا شو بقولك أنا إلي وجهة نظر حكيت شوية انتقادات وكذا بس أمام المصالح الكبيرة اللي هي رسم الخرائط وأمام موضوع المقاومة وأمام موضوع التوطين والمؤامرة على المستكمل على قصة سوريا وكذا ما في مزح لا ما حنسمح لا الأمريكان ياخذوا البلد ولا غير الأمريكان ياخذوا البلد واللي ما عم يشوف شو عم بيصير هلا الولايات المتحدة حطت صحيفة الأخبار إنه عم بتجرب انه تكون عفوا المملكه العربيه السعوديه تكون القوات اللبنانيه مع على لوائح كمان مع المجتمع خيار فاشل ليه فاشل. بالعكس هيدا دم جديد بيقولوا لك دم القوات دم جديد عم اقول لك المجتمع المدني بتحالف مع الوجوه جديد وين في مجتمع بلد مع احترامي يعني كم واحد وين في مجتمع مدني بالبلد شو مشروعهم شو هويتهم شو مين وراهم مين اعطاهم المصاري وين المصاري اللي اخذوها من وين NGO اللي اخذوا المصاري وين مئات الملايين اللي عملت وصل البلد هلا انه عاش في حليب بالصيدليه لطفل ما بينزلوا على الشارع بس نعمل هيلا جبران بسيط بننزل نحن بنعمل قصه وبنقطع طرقات وبنشتغل سياسي ومعروف شو القصه ما راح تركب
أنا هلأ رفيق الصلاة عمال يقول ما تتعبوا قلبكم، ما رح تركب البلد، حيضل هيك وما حيزبط لا مع الأمريكاني ولا مع أي رهان آخر، بالرغم مع صحتين حيعطوكم مصاري صحتين خدوه. خلينا نشوف الانتخابات من الناحية القانونية، مع أنك عم بتقول ما في انتخابات. مع الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ جوال، لحضرتك والأستاذ نصر الله. شكرا. والمشاهدين الكرام، يا أهلا وسهلا أستاذ سعيد. يعني في حكي أنه تكون الانتخابات ب 27 أدار، هيدا الموضوع تقريبا يعني بده تعديل مهل معين، يحكينا قانونيا دستوريا أي مهل يفترض أن تتعدل إذا صارت الانتخابات ب 27، وهل ستحصل؟ لأنه يبدو قراءة أستاذ رفيق نصر الله ما في انتخابات. هلأ من الثابت أستاذ جوال على أنه من الناحية الدستورية وعملا بأحكام المادة 42 من الدستور صراحة يتبين جليا أن الانتخابات يجب أن تجري قبل 60 يوم من انتهاء ولاية المجلس النيابي. المجلس النيابي تنتهي ولايته في 20 أيار، يعني أي انتخابات تجري بدءا من 20 أدار تعتبر انتخابات شرعية وقانونية ودستورية. هذا من ناحية أولى. ولكن السؤال الأهم الذي يطرح، هل أن تحديد موعد الانتخابات في 27 أدار والذي هو ضمن المهلة الدستورية، هل سيترافق مع تقصير ولاية المجلس من 20 أيار إلى موعد آخر ضمن إطار لاحق بالعملية الانتخابية، أم سيبقى مجلس النواب جاهزاً أو حاضراً أو نافذاً قائماً حتى 20 أيار؟ الأمر يختلف، لأن إذا كان الهدف من تقريب موعد الانتخابات هو إعادة إطلاق الماكينة من أجل الذهاب باتجاه الإصلاح والتغيير ونفس جديد في السلطة، فذلك يستدعي حكماً أن يصادر تقصير ولاية المجلس. أم إذا كانت اليوم موضوع تقريب موعد الانتخابات مع إبقاء انتهاء الولاية حتى 20 أيار، هذا يطرح علامة استفهام كبيرة، ويخشى من أن يكون هناك مهمة مرسومة لمجلس النواب قبل انقضاء المهلة بأن يتخذ مبدئيا قرارات موجعة، ويمكن مبدئيا أن نذهب إلى مكان لا يمكن حسبانه. بالتالي هذا أمر أساسي وأولي. أما لناحية بحال ذهبنا باتجاه أو ذهبت الهيئة العامة إلى تقصير المهلة من أيار إلى أدار، فذلك يستتبع حكما وجوب إدخال تعديلات سيما على المواد 28، 29، 30، 32، 34، 35 فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية. نعم. لأن هناك مهل لا يمكن اللحاق بها مع موعد بأدار، يجب أن يترافق الموضوع مع جملة وورشة من التعديلات لهذه المواد، إضافة إلى المواد 113 و115 و118 الخاصة بالفصل 11 المتعلقة بالمغتربين المنتشرين. ماذا سيحصل بهذه النقطة تحديدا يا أستاذ سعيد مالك بموضوع الانتشار وتصويتهم وتمثيلهم؟ كيف حتكون هذه بالآخر حتنتهي العملية؟ اليوم الموضوع ذات شقين لنكون واضحين. الموضوع الأول والمتعلق بانتخاب المقترعين المغتربين والمنتشرين، فأنا أرى على أنه هذا هو حق لهم. بالتالي اليوم استنادا إلى أحكام الدستور وتحديداً فقرة جيم من مقدمته الذي تنص صراحةً على مبدأ المساواة بين كافة المواطنين، فكما يحق للمقيم أن ينتخب أيضاً للمغترب والمنتشر يحق له أن ينتخب وأن يشارك في الحياة السياسية. طبعاً. إضافة إلى المادة 7 من الدستور والتي تنص على أنه اليوم اللبناني هو متساوٍ بالحقوق والواجبات مع شقيقه وأخيه اللبناني، إضافة إلى المادة 7 من شرعة حقوق الإنسان. يعني بالتالي اليوم هذا حق مقدس من ناحية أولى على الصعيد الدستوري، ولكن اليوم إذا أردنا الذهاب أكثر، اليوم هناك رسالة يجب أن نعمل على التشديد عليها بإبقاء التواصل قائما بين هذا المغترب وبين وطنه. اليوم المغترب معني بشكل أساسي بإدارة شؤون البلاد وشجونها. المغترب اليوم ليس فقط صندوق مساعدات نلجأ إليه كلما ضاقت العيشة علينا بشكل أو بآخر،
اليوم يفترض الذهاب نحو تكريس حق المعترف في الاقتراح عملا بمبدأ المساواة بينه وبين المقيم، هذا من جهة. أما من جهة أخرى تخصيص المقاعد الست، أنا أتوافق مع الأستاذ نصر الله حول ما أورده. اليوم لنكن واضحين، هذه المادة أنا أظن على أنها قد دست بقانون الانتخاب بالعام 2017، قانون 44/2017، لأنها من ناحية أولى غير قابلة للحياة لوجستيا، وسأشرح ذلك. لا دست ولا شيء، الكل وافق عليها يا أستاذ سعيد. نعم. كلهم وافقوا عليها وطلعوا كلهم قالوا كرسنا حق الانتشار بالتمثيل ومن ضمنهم القوات اللبنانية. أكثر من ذلك، لو طعن بهذا القانون بهذه المادة تحديدا أمام المجلس الدستوري لكان أبلى بلاء حسنا، ولكن اليوم ما جرى ربما كان هناك تسمية معينة، توافق. نحن لا نبرئ أي إنسان ولا نبرئ أي فريق، نتكلم من الناحية القانونية والدستورية الصرف لا أكثر ولا أقل. اليوم واضح وأكيد هناك صعوبات لوجستية موجودة بجهة المقاعد الستة، إضافة إلى ذلك موانع دستورية تتعلق بحق المغترب. هل لنا أن نتخيل على أنه مبدئياً شريحة من اللبنانيين المقيمين الذين يبلغ عددهم حوالي 4 مليون ينتخبون 128 نائب، فيما ملايين المغتربين تحصل أصواتهم ب6 أصوات؟ هذا من الناحية الدستورية، ولكن اليوم من الناحية العملية يا أستاذ جوال أنا أطرح السؤال، هل ستتمكن هيئة الإشراف على الانتخابات من ممارسة دورها تجاه هؤلاء المرشحين وهذه اللوائح التي مبدئية ستبصر النور؟ يا استاذ سعيد، هن معلش المنتشرين هلا في كثير اصوات بتقول نحن بدنا نتمثل، انه مش دائما بده يكونوا هن. هيدا اللي كنت عم قله اياه الاستاذ رفيق نصر الله، بس ولا رافع على الاقتصاد وبناخذهم للدولارات. حكيت عن تواطؤ، يعني هل تواطأت القوات اللبنانيه مع التيار لتمرير هيدا الماده بقانون الانتخاب؟ هيدا كلام خطير. اليوم انا لا اقول تواطؤ، شو انت بالحرف الواحد، انا قلت صار دستها، بالتالي لا اتهم لا التيار ولا اتهم. نعم. لا ابدا، بالتالي اعود الى كلمه تواطؤ. حسن فليكن، ولكن انا اصر على اني لم اقل هذه الكلمه بكل الاحوال. اليوم انت يا استاذ سعيد ولا انا سمعت، مش انه انا من عقلي عم اقولها، يعني مع تواطؤ تكلمت. نعم. بغض النظر هذه المادة بحاجة إلى تعليق أو بحاجة إلى إلغاء، لا يمكن اليوم إبقاء على هذه المادة، هناك صعوبة لوجستية بتحقيقها. لا يمكن اليوم لهيئة الإشراف على الانتخابات أن تعمل على ممارسة مهامها في القارات الخمس. حيكون في انتخابات؟ أساساً حيكون في انتخابات؟ على أمل، يجب أن يكون هناك انتخابات. اليوم الحياة الديمقراطية تستوجب ذلك، وهناك مبدئياً قرار صادر عن المجلس الدستوري رقم 7/2014 يتكلم بشكل صريح وواضح حول وجوب إجراء هذه الانتخابات، وهذا مبدأ دستوري عام، بالتالي لا يمكن مخالفته بأي يعني شكل من الأشكال. كنا حابين تكون كمان ضيف على البلاتو بس مش قادر حضرتك، كان بدي أحكيك على ملف المرفأ والتحقيقات وكل ما يحصل، ولكن بيكون لنا حلقة مقبلة معك. شكرا لك أستاذ سعيد مالك على كل هذه المعطيات القانونية والدستورية تتوافق معه بجزء مما قاله. بدي انتقل لأحكي على موضوع السعودية والرئيس نجيب ميقاتي. حكى بصحيفة الأخبار السعودية بعد جوا مقفل. صحيح. الرئيس ميقاتي كما الرئيس سعد الحريري بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ودائما كما ذكرت صحيفة الأخبار لأنه ما في موقف صراحة سعودي رسمي واضح، في نقي بالنفس، في صمت، في نقي سلبي، يعني في حياد سلبي ماخذين قرار. حقلك شغله، خلي الأمور مثل ما هي. في هدف أساسي تصبو إليه السعودية، وهو موضوع حزب الله تحديدا باليمن. صحيح في مباحثات سعودية إيرانية استكشافية سعودية. بعد حد هلأ بعد ما وصلت لمرحلة الجلوس لفتح الملفات، بدها طبعا السعودية بموضوع اليمن تاخد بناء عليه، إذا أخذت مثل ما هي بتريد
وهلا طبعا صعبه ميدانيا لانه كمان اليمنيين ما كثير بيسمعوا الكلمه حتى من الحلفاء هون. ساعتها بتفوت على الساحه اللبنانيه والساحه السوريه والساحه العراقيه اللي فيها انتخابات هلا، وهلا بنشوف لذلك نعم. السعوديه هلا ماخذ قرار لا مساعدات للبنان ولا استيراد من لبنان ولا اي موقف لا بالسياسي ولا بالاقتصاد ولا باي شيء طالما الوضع على ما هو عليه، فمشان ما حدا يعذب حاله. طب قال وزير الخارجيه الايراني انه في قطعت شوط، هذه بالدبلوماسيه بيقولوا قطعت شوط، ولكن لحد هلا بعد ما حصل اللي مفترض يبلشوا يبحثوا فيه الملفات بانتظار الملف النووي مع الولايات المتحده الامريكيه، لانه اليوم السعوديه لما بدها تجي تحكي مع الايراني عبين بده ينشغل على النظام الاقليمي الجديد اللي جاي كيف بده يكون مرسوم. لكن اقري منيح الانتخابات العراقيه بتعرف كيف بده يكون مرسوم، وشو دور التركي وشو دور المصري شوي وشو الاسرائيلي بناء عليه السعوديه بتقرر. بس هلا اذا حدا مفكر تحت اي ظرف انه السعوديه حتاخذ اي خطوه من اجل تقديم اي شيء للبنان يكون البعض مبهوم. حاول الرئيس مئات بمعنى بحاول وعم بحاول مع طريق الفرنسيين وغيره، كان الجواب لا. حاول يطلب موعد؟ ما بعرف، انا مش ما ادعي اني بعرف. فبعتقد واضحه في قرار مركزي سعودي بانه نحن هلا مع لبنان ابدا يبقى الوضع على ما هو عليه، روحوا انتم هيك بدكم بهالمعنى، هيك بدكم وبدكم حزب الله وبدكم كذا وبدكم كذا وبدكم كذا، اوكي خليك نحن ما في، بس ياخذ بالاقليم السعودي بالاقليم الى جانب ملفات ثانيه، بيرجع بفوت بتسويه بتكون سوريا صار لها كمان دور. نرجع ل ما عم نبلش نشوف عم بقول لك حيكون انا عم بقول لك بيكون لها صار دور اكبر هي والروسي وغيره، خلينا البعض يقروا مشان اللي بعض معتمدين على الامريكاني، من بعدها ساعتها بتصير في امور ثانيه كيف ستكون صوره المشهد في لبنان اذا صارت انتخابات واذا صار انتخاب رئيس جمهوريه، وبناء عليه شو السعوديه إلى بلبنان. اقفلت السعوديه على الحريريه السياسيه؟ نعم من دون عوده؟ خلص. بس معقول واضحة. هذا واضحة. واضحة وإلا كانت زبط رجعت الأمور وهو مستعد سعد الحريري إنه حاضر يعني. طيب انباعت الشركات وانباع كذا وكل شيء وبالسياسي ومقاطعة وفي كلام لبعض لبعض النسيج السني بلبنان إنه خلص، فبالتالي لا يعني هذا الأمر قلت لك شوي شوي بيروح. السعودية تبحث عن شيء ما، بس هلأ لا هلأ ما بدها تعطى حتى تفاحة ما بدك تاخذ. مع الأسف أنا خلص وقتي بس مش معقول ما أسألك هيك بس دقيقتين زيادة على موضوع تحقيقات المرفأ. ما بتوصل لمحل. بس إنه في هجمة على القاضي، في محاولة لتعطيل مسار مع احترامي لإله الأسلوب نحن بلبنان. نحن بلبنان. شو عمل يعني وين غلط؟ صار في استنسابية واضحة. صار في استنسابية بس واضحة. وين استنسابية؟ انت بتقتنعي وانا بقتنع وين؟ انه معلش مع احترامي لحسان دياب، يعني حسان دياب مسؤول عن تفجير المرفأ. حسان دياب قالوا له في مواد وكان قبله كمان ما كان في سعد الحريري رئيس حكومه، كل هالتقارير اللي موجوده من ما عمل شيء، كل هالتقارير اللي جايه قياده الجيش على 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 على, على الاجهزه على الجمارك، شغله القاضي رئيس هو رئيس الحكومه ما كان معه خبر قبله، ورئيس الحكومه تمام سليمان ما كان معه، وزراء الاشغال كلهم ما كان معه خبر. لما بيتلقى الرئيس دياب مع احترامي انا ما عندي شيء ضد حدا، انا عم بسال اسئله صحفيه وقراءه، لما بس بيجي بحاكمه له؟ مش حاكمه على القليل، لا مش وقت حاكمه، وقت تستمع القاضي عنده معطيات نحن لا نملكها، يعني نحن ما بدنا نملكها، بنقول عم يتعاطى باستنسابيه، بتشوف ما حيوصل لمحل؟ كان لا ما بلبنان ما بيوصل لمحل. بس مع الاسف يا استاذ رفيق على حساب الضحايا وعلى حساب اللي صار وجريمه كبرى، يعني ابشع جريمه كبرى، ولكن نحن في لبنان ما حتزبط، لانه اساسا مركب لانه مركب هو بيتنحى، لانه هو ما رح يتنحى، هو الرجل يبدو مكمل بيتنحى الا اذا شو اذا دخلت قصه الوعود بالدق. وعود شو يعني رئيس جمهوريه فلان كذا شغله هي يعني يكون بالمستقبل. هلا القاضي ليش الامريكان ليش الامريكان والاوروبيين عم تتهم القاضي ما انه رح يفوت بتسويات على حساب دماء الشهداء؟ ما عم تتهمه، عم بتقول انه الا اذا فاتت الوعود. ليش الامريكان والاوروبيين تدخلوا بهذا الموضوع؟ شو العلاقه؟
بس تدخلوا معناتها في شبهة. ليش بركب في صور، في صور جوية لبنان بحاجة لا يعطونا صور الأقمار الصناعية وكثر الله خير. ساعتها القاضي نسيب البطار بيقدر يعرف إذا كان في طيران، يعطينا الرادار البريطاني بقبرص هل كان في طيران إسرائيلي ساعتها ولا لا. ما قيل الناس اللي سمعت الطيران القاضي بطار شو بتشوفها إذا مش موثق معلوماتك شو؟ ما بعرف أنا ما الحقيقة ما بعرف. ما سألت ما. لا ما يعني مثل اللي بقراه بالأخ يعني ما عندي. شو استنتجت؟ منا مركب مش هلا معنا شيء مش عم دافع عن حدا. حزب الله لاعب الإقليمي الأمن المخابراتي اللي بيعرف صار أسماء الجيش الإسرائيلي بمنطقة الشمال بده يبعث مع مراسلي بعدها مبلشي مع احترامي لإله يعني تهديد لقاضي طويل عريض كبير. إنه على راسي إنه احترامي لإله معروفة بهالمشكلة على راسي يا ست الزميلة لإله إيه بس ما بيبعث معها؟ انه بركي رسالة رسالة مع انا ما عم انا لا انا ما عم ما بالامل بالامل ما هيك بتكون الرسائل بالتحديد ما هيك بتكون الرسائل. بيقولوا لك انه غريبة في اطراف بيقولوا غريب انه يتم التهديد هيك عبر يعني عبر الاعلام علما لنكون دقيقين حزب الله ما في اي موقف. طب ليه هذا الصمت يا استاذ؟ ما بيعلق على شغلة ما منه معنى بيعتبر منه معنى فيه. هيدي هي يعني منه معنى بعتبر انا هيك بعتبر ضجة الدنيا هيك بعتبر اوكي يعني هي واحد اثنين إذا هو فعلا مثل ما بتقولي أنت نعم. ما بيتأثر ما بيتأثر ما بيتأثر يبقى بس يتفضل مع شيء إذا صبت بس نعرف المرحلة الأولى من أي من لحظة اللي انطلقت نعم. لغاية مين اللي أمر بالتفريغ وشو اللي حصل. اثنين بس يعطونا الغرب صور الأقمار الصناعية مثل وقت استشهاد رفيق الحريري ليه ما عطونا وقت الصور كمان كانت معطلة في شبهة. يعني السيد نصر الله بجوك التنين ما حيتطرق حتى لهذه المسألة حزب الله لن يتكلم فيها. ما بعتقد كمراقب بس أنا ما عندي فكرة. أنا بدي أشكرك. شكرا. حوار شيق معك جزيلا. دائما أستاذ رفيق نصر الله. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.